لو عملنا نفس الاسلوب ده اهي كوبي اعمل بيست بس المره دي قلت له ايه جيت يوزر مثلا جيت يوزر وهنا في المسج هقول له نو يوزرز يت مثلا بقى عندي ايه؟ عندي اتجاهين يا اما يخش على الموقع الرئيسي هرد عليه اقول له ويلكم تو اور ويب سايت اما لو دخل على جيت يوزر هرد عليه اقول له ايه؟ يوزر يت فلو جينا شفناها كده اهو كنت داخل هنا على جيت يوزر بالسنتر قال لي يوزر ايه؟ جيت قلت له طب اخش على جيت يوزرز اقول لي لا مش عارف جيت يوزرز دي مش لاقيها طلبها من السيرفر ما لقاهاش خلاص قلت له طب جيت برودكتس قال لي مش عارف الجيت برودكتس مش فاتح على السيرفر ليه كان نوت جيت مش قادر اجيبها خدت لكم الفكره؟ طيب عشان تبقى الفكره قريبه شويه برضو اللي احنا عايزين نعمله الفكره فين؟ طبعا انا كده رديت على الكلاينت بس رديت رد يعني ايه رد صعب بتاعي رد ناشف يعني ايه؟ يعني ايه رد ناشف؟ يعني ما انا عايز ارد ردود احلى من دي بس انا حتى الان مش عارف ارد غير ردود كده جيسون دي بقى الوان بقى وحركات وكلام من ده لسه ربنا ييسر الامر ان شاء الله لكن حتى الان لسه رد هو كده اللي عندنا هو ده الرد اللي عندنا بس انا مش عاوز اعمل اللي هو جيت يوزر ده انا هقول له جيت ايه مش الموقع بتاعنا برودكتس صح لو قلت له جيت برودكتس تعالى بقى في الجيسون هنا مش هبعت له بقى مسج تعالى بقى نحرف الموضوع شويه هو اوبجكت عادي بس هقول له بص يا عم هبعت لك حاجه اسمها اي دي وليكن مثلا واحد خدت لي بالك كوما و مثلا ابعت له النيم كولون بيساوي مثلا وليكن برودكت اي مثلا كوما و اقول له مثلا ايه الكاتيجوري اللي هي الفئه اقول له قيمتها مثلا كات اي على فكره ممكن تنزل على اي سطر مش لازم تزنق نفسك زي ما انا زنق نفسي كده مش يعني وسع كده وربنا يوسع عليك يعني ما يعمل كده مثلا مش مشكله خالص تبقى اسهل للعين ريدابل كده وعارف اقراها من اول لاخرها ولو في غلطه اقدر اكتشفها بسهوله ترتبها تعملني الحاجات دي مهمه جدا وانت بتكتب كود عشان لو في عندك اخطاء الحاجات داخله ببعض تعرف تكشفها بمجرد النظر يعني انت واحد مثلا بيحب يعمل كده مثلا بينسق كده ماشي انا موافق خلاص بقى باين هنا البروبرتيز اهي وهنا الحاجه لو في كل كولون وقع هاخد باله لو في كوما فاصلة هاخد بالي لو لان مرتب اموري فدايما خليك مرتب في كتاب كودك وتكتب كودك الاول نبقى نرتبه ماشي المهم ايه؟ لا ما هو ما هي ما بتجيش غير كده يعني صدقني من الاول من شب على شيء هو ده احنا اللي فالحين فيه ماشي اي ديسكريبشن ايه تاني خلينا في البرايس قلت له المنتج البرودكت ايه ده مثلا ب 255 ونص يلا ان شاء الله ما حد حاول كده انا رديت عليه ده دي بيانات منتج دي بيانات ايه؟ منتج من المنتجات ده يا شباب اللي انا كاتبه ده اسمه جيسون اسمه جيسون ده هو الجيسون ده جيسون يعني جافا سكريبت جي اس وقول اوبجكت ده اوبجكت ده اسمه اوبجكت اوبجكت مكون من مجموعه من البروبرتيز اوبجكت نوتيشن يعني الشكل اللي كتبته كده بتعمل الكوز ده الاتريبيوت والكولون دي يعني يساوي دبل كوتيشن كوما والاتريبيوت اللي بعده كولون ده اسمه نوتيشن شكل الكتابه نوتيشن يعني شكل ايه؟ طيب انا عملت سيف ورجعت جيت يوزر خلاص هيقول لي ما فيش حاجه اسمها جيت يوزر ها؟ رشناها صح؟ عندنا يعني جيت ايه؟ برودكتس قال لي ادي الداتا بتاعتك اهي
عرضت عليها بالداتا بتاعتي بقى الاي دي والنيم والكاتيجوري والديسكريبشن والبرايس. هي كده هو ده الجيس. ما هي لازم المستخدم يا راجل. شفت كده؟ لا هو ده. انت شفت كده؟ كدابين شايفين اهو. كلكم شايفين. موجودة والله. دلوقتي؟ اه. ايوه يا جدعان لسه يا جدعان لسه لما حط الاخير ده رد على ده ده الحمد لله انت مش مصدقين رد اهو رد وفي داتا جت انا مش عايز ابقى ترص كده عايز ترص في حاجه ثانيه ماشي يبقى نعمل فورم كده مثلا وناخد البيانات دي بقى بتاعت الجيسون ونرصها وحاجات كده هو انتوا اخدتوا الجيسون واخدتوا الجافا سكريبت واخدتوا كان بيكون مفروض يعني وماله انت ما انت ممكن ترد كده بس بص مثلا اديك مثال انا ممكن ما اردش بقى مسج ومش مسج وبتاع انا هرد كده مثلا الجيسون الاولاني ها اللي هو ويلكم تو اور ويب سايت وخلاص واشيل ده كده قال ويلكم تو اور ويب سايت وخلصت صح بس هو ده برضه المنظر يعني كده بقى حلو يعني انتوا بالعكس لما تعرفوا الدنيا هتحبوا ده هو الجسم هو هيبقى حياه اللعبه اللعبه كلها هي في الشكل الغريب اللي انتوا شايفينه ده طب لو انا عايز ابعت ميني برودكتس يعني ده كله اوبجكت واحد برودكت واحد صح؟ يعني لو تخيلنا كده او حتى هنا كده مثلا لو فتحنا كده انا ده عملت اوبجكت ها عايز بقى اخوه بقى يعني مثلا كده ومايل له ايه؟ رقم اثنين مثلا بروجكت بي كات بي ممكن نوت بروبليم اهو بس والتالت والرابع عامل ايه؟ عامل ايه؟ طب ده واحد وده الثاني عشان ده يحصل لازم يكونوا موجودين في حاجه اسمها الري يعني افتح لك قوس كده شايفين ده عارفين الري عارفين الري وده كله الايتم الاول و وده كله الايتم الايه؟ الثاني جسم عادي بسيط ها صح اه يعني مش موافقة يعني؟ طيب نفس الكلام اهو بس حبيت اخدهم على سطرين بعد الاوبجكت ده ده اسمه اوبجكت بقى اوبجكت يعني كل كده على بعضها حاجه على بعضها بالدرايف بالاي دي بالبتاع هو ده منتج اسمه اوبجكت والثاني ده منتج ممكن اعمل ثالث ممكن اعمل رابع صح ولا يعني ممكن اعمل كده اعمل كده ومعايا ايه؟ برودكت رقم 3 اسميه برودكت سي وخلصنا وخليه 300 بلاش فكره خدوها مننا المهم تمام ادي الايه؟ دي كده اسمها جيسون برضه زي ما احنا بس وسعنا الفكره شويه من اوبجكت الى ايه؟ الى اري اوف اوبجكتس اسمها اري اوف ايه؟ اوبجكتس فانا اخدت الداتا دي كلها قمت رايح هنا قمت قايل له فاكر اللي كنا عاملينه زمان ده؟ ولا لا بلاش ابوظه لكم هقول لكم على حاجه احسن خلي ده جيت برودكت عشان يفضل الكود موجود عندكم ماشي؟ وايه؟ ودبلر منه واحد وخليه ايه ده جيت ايه؟ برودكتس وانا معايا الكابي اشيل بس الايه الصغنن ده وابعث له الايه؟ البستايه تمام؟ سيف وارجع هنا ايه بقى؟ على السيرفر بتاعي جيب برودكت الله ينور جاب البرودكت صح؟ جيب برودكت واحد القديم بتاعنا شغال برضه مفيش مشكله من غير جيب اي حاجه خالص بيشغل الفانكشن الاولانيه اللي هي بس بيبعت الرساله ويلكم تو اور ويب السيناريو حصل اصل الرسمه اللي كنت راسمها لكم المره اللي فاتت الطويله فاكرها؟ مش فاكرها مش مهم مش
مهم ازاي؟ مهمة جدا. مين قال مش مهم؟ تفهم دي؟ البروزر كان هنا بعد الريكوست. الريكوست ده كان فيه اسم السايت اللي هو روت ابوزت والبورد اسم الاله. البروزر اللي احنا شغالين اللي هو جيت برودكت جيت برودكت او ما لهوش اسم تمام. ممكن نبعت عليه فاريبل وديتا بس ما بعتهاش راح على الشبكه اللي هو موجود على الجهاز. بعد كده راح على السيرفر اللي كان اسمه جي اس ويب سيرفر. دور على الفايل اللي انا طلبته اللي هو مش غير وقت السيرفر دوت جي اس. فتحناها الفايل اللي انجن هو بيشتغل دلوقتي لقى نفسه ان هو بيكونكت على مين؟ على داتا بيز اسمها مونجو دي بي. في حاجه اسمها مونجوز مش مونجو دي بي مونجوز اصلا. فيبدا ينفذ الكلام ده على ايه؟ على داتا بيز. الملف ده مكتوب بايه؟ بجافا سكريبت. عمل العمليه وبعد كده عمل ايه؟ ريسبونس. الريسبونس ده بيبقى فايل كود. فايل كود هو HTML CSS جافا سكريبت او ما يمثل بس احنا ردنا له كده. احنا ردنا له جيسون جافا سكريبت جافا سكريبت تمام. راح ورجع تاني لغايه لما اتعرضت عليه على الراسك تستير ده كله حصل. مش عمال اكونكت. انا رنيت عليك بس مش معنى سيبك تقفل على طول. بس انا رنيت يعني كان في اتصال. فهمتني؟ بعد كده لما اتصل اقول لك ايوه عامل ايه اخبارك؟ ما تجيب لي معاك بقى كذا وهات لي معاك كذا وهات لي معاك كده. ابدا اعمل طلبات بقى. صح ولا لا؟ ابدا اعمل طلبات بقى ما بيني وما بين الداتابيز. المرحله رقم اثنين.